السلام عليكم دفعة 2021، إن شاء الله كلكم تكونوا بأتم صحة وأفضل حال. اليوم راح نبلش بالمحاضرة الرابعة واللي هي عنوانها Anatomy of the Skull. المحاضرة ماشي فيها كثير معلومات، بس يعني كثير منطقية وكثير سهلة، ولا تسمعوا حكي أي حدا بحكي لكم هاي والله المحاضرة خيالية، هاي المحاضرة صاروخية. لا تسمعوا كلام أي حدا نهائيا، انتوا هسا راح تشوفوا الشرح وابنوا تجربتكم الخاصة. تمام، بسم الله. Anatomy of the Skull، طبعا قبل ما نبلش المحاضرة سوينا تعديلات يعني على الشرح. راح أول إشي أشرح على الصور، وبعدين أقرأ النص، وبعديها أروح على الأبليكيشن. خلينا نجهز الأبليكيشن. تمام. هسا إحنا حكينا، ما بتذكر بأي محاضرة، بمحاضرة الـ Introduction to Skeletal System حكينا إنه في عندي عظام بسميهم Sutural Bones، وحكينا إنهم بيكونوا بداخل المفاصل اللي بين الجمجمة. أول صدمة إنه الجمجمة مش مكونة من عظمة واحدة، هي مكونة من عدة عظام، فهاي العظام طبيعي بده يكون بينها مفاصل، مع إنها مش متحركة، بس هي بالنهاية مفاصل، هي عبارة عن cartilages جايين between يعني بين العظم، فهم بالنهاية مفاصل. إيش بسمي المفاصل اللي موجودين بالسكال؟ بسميهم السوتشرال أو السوتشرز of the skull. هسا اللي بدي أطلبه منكم إنكم تعرفوا هذول السوتشرز. السوتشر اللي جاي transverse، اللي جاي أفقي بسميه كورونال سوتشر، بفصل لي العظمة هاي واللي رح نحكي عنها الفرونتال. الفرونتال بون عن البرايتال بونز. في عندي كمان سوتشر جاي ساجيتال أو يعني جاي عمودي، بسميه الساجيتال سوتشر. ايش بفصل لي البرايتال هاي اليمين عن البرايتال الشمال؟ في عندي لامبدويد سوتشر، بفصل لي البرايتال عن الاوكسيبيتال الموجودة هون. فعندي كورونال سوتشر بيجي ترانسفيرس، كورونال سوتشر ترانسفيرس. بعديها في عندي كمان بفصل لي فرونتال عن البرايتال. في عندي الساجيتال سوتشر، بيجي ساجيتال من اسمه بفصل لي البرايتال عن البرايتال. في عندي كمان سوتشر، هيو هذا هو اسمه لامبدويد سوتشر، بفصل لي البرايتال عن الاوكسيبيتال. تمام، كرانيال سوتشر، اول اشي الكورونال از ترانسفيرس سوتشر ذات سيبريت ذا فرونتال and parietal bones. تمام، هو خط جاي أفقي بفصل لي الفرونتال والبرايتال بونز. حلو، في عندي الساجيتال سوتشر، سوتشر at the midline يعني جاي بالمنتصف هيو، and separate two parietal bones، بفصل اللي حكينا هاي عن هاي. Lambdoid suture، suture between the occipital and parietal bones، جاي ورا transverse كمان، بس جاي ورا اللي قدام بسميه transverse أو coronal suture، واللي ورا بسميه lambdoid suture، بقسم اللي أو بفصل اللي الأوكسيبيتال عن البرايتال. تمام، هسا الكرانيال بونز السكال مقسومة لنوعين من العظام. في عندي كرانيال
بونز واللي هم موجودين في الرأس، وفي عندي فاشيال بونز واللي هم موجودين بالوجه. راح نبلش أول إشي بالكرانيال بونز. الكرانيال بونز في عندي الفرونتال بون من اسمها فرونتال، يعني إن فرونت جاية قدام، هاي الفرونتال بون. وفي عندي تو برايتال بونز موجودين على كل جهة، على اليمين وعلى اليسار من الجمجمة، وهما بشكلوا لي يعني زي ما بنحكي السقف تبع الجمجمة. وفي عندي الأوكسيبيتال بون، هي عظمة واحدة جاية بالخلف. وعندي التيمبورال بونز اللي موجودين تحت البرايتال بونز، انفيرو لاترال بونز. وفي عندي الأوكسيبيتال بونز حكيناها، في عندي الإثمويد بون اللي هي جاية هون، جاية قدام السفينويد اللي هي هاي العظمة، والنيزل كافيتي يعني جاية بين السفينويد بون، سفينويد سموها سفينويد يعني هسه راح نتعرف عليها، نسبة للفراشة عشانها من جوا بتشبه الفراشة، سفينويد باللاتيني يعني فراشة. ففي عندي سفينويد بون اللي هي الزهرية هاي، وفي عندي نيزل كافيتي هون الأنف. بين السفينويد والنيزل كافيتي في عندي عظمة اسمها إثمويد، وكل العظمات هذول راح نحكي عظمات عظام هذول راح نحكي عنهم. تمام. There are 8 cranial bones and they are frontal bone حكناها اللي جاية قدام، 2 parietal bones اللي بيعملوا لي السقف أو السطح تبع الجمجمة، جايين واحدة على اليمين واحدة على الشمال، 2 temporal bones جايين تحت البرايتال بونز على اليمين وعلى الشمال، الأوكسيبيتال بون جاية في الخلف يعني في مؤخرة الرأس، السفينويد بون اللي حكينا عنها بتشبه الفراشة اللي هي الزهرية بين التيمبورال والأوربتس، بنقدر نحكي الأوربتس اللي هما محجر العين، إثمويد بون اللي هي بين السفينويد والإثمويد. تمام، نيجي نحكي عنها هون. أول إشي السوتشارز، هاي أول إشي الكورونال سوتشر اللي جاي بين البرايتال زي ما احنا شايفين، والفرونتال. هون في عندي الساجيتال بقسم اللي هاي هون واحدة برايتال على اليسار وواحدة برايتال على اليمين، في بناتهم سوتشر بسميه ميد ساجيتال سوتشر، ورا بالخلف بين البرايتال بون والأوكسيبيتال بون في عندي كمان سوتشر بسمي اللامبدويد سوتشر. تمام، عندي العظمة هاي بسميها الأوكسيبيتال جاية في مؤخرة الرأس، في عندي العظمة هاي بسميها التيمبورال جاية على الجوانب وتحت، هايها تحت البرايتال فبس بحكي عنها انفيريور، وعشانها عجنب الجمجمة بسميها لاترال فهي موجودة انفيرو لاترال. هون في عندي البرايتال جاية اللاترال روف اوف ذا سكال يعني بتعمل لي سطح السكال، هاي السفينويد افرجيكو كيف شكلها بشبه الفراشة، هي بشبه اي اشي الا الفراشة، انا شايفها بتشبه الغول، ما عمري شفت فراشة عندها رجلين يعني، بس خلص فراشة فراشة يا اخي زي ما بدكم. وهون في عندي الفرونتال بون، وبين الفرونتال بون والنيزل كافيتي موجود عندي الايش، عندي الإثمويد بون. تمام تمام، نبلش نحكي عن الفرونتال بون. هسه رح نيجي على الصورة، بس قبل ما نيجي على الصورة نعرف ايش فائدتها وايش اهميتها للفرونتال بون. اول اشي هي بتعمل لي الفورهيد او الجزء الامامي من الرأس زي هون، contribute informing the
roof of the orbits. زي ما انتم شايفين هاي محجر العين الجزء العلوي منه. الفرونتال بون هي اللي بتعمل الجزء العلوي من محجر العين. Form the anterior cranial floor. Form the anterior cranial floor. بتسوي لي السقف العلوي الأمامي من الجمجمة. هاي سقف الجمجمة. هاي هجاية هي بالأمام. فهي form the anterior roof of the ash of the cranial floor. نيجي هسا على الصورة. أوكي. ال frontal bone في إلها زي أي عظمة مميزات أو لاند ماركس خاصة فيها. أول إشي في عندي الفرونتال سكواما اللي هي زي البادي يعني of the frontal bone. نازل منها لتحت تحت السكواما يعني في عندي الإيش, في عندي السوبرا أوربيتال مارجنز. قبل شوي حكينا انها بتعمل لي الحدود العلوية او الجزء العلوي من الاوربتس اللي هو حكينا عنه محجر العين. الاوربتس المكان اللي بتكون فيه العين. فهي بتسوي لي الجزء العلوي او الحدود العلوية. فيعني مارجنز حدود يعني مارجنز, سوبرا يعني فوق, اوربتال يعني محجر العين. فهي بتسوي لي السوبرا اوربتال مارجنز زي ما انتو شايفين هون في زي خزقة. رح نشوفها بشكل أوضح على التطبيق. في هون خزقة, عندي زي خزقة هون بسميها جاية هي medial side of the supraorbital margin. في الجزء الميديال أو الأقرب للميدلاين من المارجن بسميها supraorbital foramen يعني زي خزقة. في عندي كمان ما بعرف إذا سمعته هذا المسمى اللي هو الجيوب الأنفية. بتكون هون وهون في عندي جيوب اللي هي بسميها sinuses. فهي عشانها جيوب اسمها sinuses, وعشانها بالفرونتال بون بسميها frontal sinuses. بسيطة يعني. في عندي السكواما اللي حكينا عنها the body of the frontal bone. بنزل تحت باتجاه العيون بشوفها قاعدة بتعمل لي جزء من المحجر تبع العين أو المكان اللي راح تقعد فيه العين. فبسميه سوبرا عشانها فوق, أوربيتال مارجنز. في عندي بالسوبرا أوربيتال مارجنز زي خزقة بسميها سوبرا أوربيتال فرامن. في عندي أكياس بكون فيها هواء بسميها جيوب أنفية. ليش اسمها جيوب؟ عشانها فاضية يعني زي الجيبة عاملة جوا العظمة. عشانها موجودة بالفرونتال بون بسميها فرونتال ساينسز. نيجي نحكيها على الفقرة. قبل جايبه مرتين. اوكي. فرونتال ساينس. فرونتال اناتومي اوف ذا فرونتال بون. اول اشي في عندي الفرونتال سكواما comes from the frontal bone anteriorly. هي نازلة لتحت. يعني هو اصلا بيعمل لي الانتيريور بارت of the cranial cavity أو بسوي أو الفرونتال بون بشكل عام بتسوي للجزء الأمامي من الcranial cavity أو من الcranial bones. فعشان هيك بحكي عنها project anteriorly جاية from the frontal bone anteriorly. أوكي. supra orbital margins a thickening of the frontal bone above the orbits of the eye. حكينا هي thickening أو إشي بوني يعني فيها كثير عظم أو طبقة خميلة من العظم موجودة وين؟ above the orbits فوق محجر العين أو بتسوي لي الجزء الأعلى من محجر العين. فعشان هيك بسميها supra orbital margins.
في عندي السوبر اوربيتال فورامينا، فورامينا هي جمع فورامين والفورامين اللي هي خزقة، هما ثنتين، واحدة موجودة على اليمين واحدة موجودة على اليسار، فبحكي عنهم بالجمع بصيغة الجمع اللي هي فورامينا. An opening at the medial side of the supraorbital margins، موجودين بالجزء الميديال، بالجزء الميديال من supraorbital فورامينا، أقرب على الميدلاين، مش هون يعني مكانهم، مكانهم هون. الفرونتال ساينسز air spaces lined by mucous membranes in the frontal bone، هما عبارة عن تجاويف فيها هواء، جيوب الأنفية هي عبارة عن تجاويف فيها هواء. إيش فيها هاي بس يعني عبارة عن عظم؟ لا، فيها mucous membrane أو غشاء مخاطي، mucous membrane يعني غشاء مخاطي موجودة بالفرونتال بون. تمام، نفس البرايتال بون هي يعني ألطف عظمة عند كل يوم من الكرينيال بونز، بس الدكتورة يعني ذكرت هاي العظمة بشكل عام بس، وهي يعني بشكل عام ما فيها تفاصيل، هي العظمة اللي موجودة وين؟ موجودة على الجزء اليمين واليسار من السكال، فهي two bones in each sides، حكينا هي عظمتين، form the sides of the skull and form the roof of the skull، بتسوي لي الجزء اليمين، الجزء اليمين والجزء اليسار من السكال، وهي جاية على الروف أو على السطح تبع السكال. تمام، temporal bone هي عبارة عن كمان عظمتين، واحدة بكل جهة تحت البرايت الجاية، واحدة هون واحدة كمان هون على الجهة الثانية. form the inferolateral aspect of the skull، infero نسبة للبرايتال، lateral عشانها جاية على الجزء lateral side of the skull. تمام، نيجي على الصورة، أو خلينا نحكي عن الفرونتال بون، خذ لي إياها لحالها. عندي يا أخي تعال هيك ما جزء على ماذا. المهم عندي الجزء هذا البنفسجي أو بعرفش ألوانكو هاي إيش بتسموها، بس أنا كل إشي عندي يا أحمر يا أزرق أو أخضر، ما في حل وسط، ممكن أصفر أحيانا. هذا زهري، هاي صار أخضر لعيونكو. هذا هو الجزء العلوي من الأوربتس، هاي الأوربتس فبسميه نسبة للأوربتس، يعني بده يكون في إشي زي من عائلة الأوربتل فيها، يعني كلمة من عائلة الأوربيتال فيها، فبدي يكون في أوربيت أو أوربيتال، هي جاية فوق فسوبيرير أو سوبرا، هي عبارة عن حدود المحجر، سوبرا أوربيتال مارجنز. هون في عندي فورامينا، أو في كتب بيسموها نوتش، موجودة بالميديال سايد، هيها مش جاية هون، يعني مش حدا يجي يحكي لي موجودة باللاترال، لا يعني مبينة بالميديال سايد اوف ذا اوربتس. وفي عندي السكواما اللي هي القصة هاي كلها، يعني البادي تبع الفرونتال بون. وفي عندي الساينسز مكانهم وين؟ مكانهم هون، مش عند الخضرة هاي، مكانهم هون وهون، يعني بين الخضرة والزرقة هاي، لا هيك كثير مزرقة. اوكي، عندي هون البرايتال بون، هاي عاملة الروف او السطح تبع السكال، وجاية على اليمين وعلى اليسار. اوكي، نيجي نحكي عن تمبرال بون. في عندي إلها بادي
او سكواما زي الفرنت البون. في من السكواما طالع زي موس، انا بسميه موس، اسمه زايجوماتيك بروسيس، راح يركب هذا في هون زايجوماتيك بون. هيها هاي الزايجوماتيك بون راح نحكي فيها بالمحاضرة الجاي. الزايجوماتيك بون طالع منها زي بروسيس، ماشي. البروسيس هذا اسمه تيمبورال بروسيس، والتيمبورال بون عندها زايجوماتيك بروسيس، لما يلتقوا راح يعملوا لي زايجوماتيك ارتش اللي هو هذا كامل، ناتج عن التقاء البروسيسيين، جمع تطبيش مش تكسير. المهم الزايجوماتيك ارتش طالع من اللي هو ناتج عن الزايجوماتيك بروسيس والتيمبورال بروسيس من التيمبورال بون والزايجوماتيك بون. تمام. تحت الزايجوماتيك بروسيس او في الجزء السفلي منه في عندي زي فراغ او زي ديبريشن، ماشي. الديبريشن هذا بسميه مانديبولار فوسا، هاي العظمه اسمها مانديبل، ماشي. المانديبل هاي راح تركب على الجمجمه اكيد، فالمكان اللي بتركب عليه المانديبل بسميه مانديبولار فوسا. وين موجود تحديدا؟ موجود بالتيمبورال بون. وين بالتيمبورال بون؟ بالزايجوماتيك بروسيس اوف ذا تيمبورال بون. في عندي هون المكان اللي بتطلع منه الذان او القناه تبعت الذان او الاوديتوري كانال، بسميها اكسترنال اوديتوري مايتس، هي عباره عن خزقه بتطلع منها الذان. في عندي ماستويد بورشن اللي هي المنطقة هاي كاملة اسمها ماستويد بورشن، ماشي. طالع منها زي يعني زي بروجيكشن، زي حبة راوندد بتيجي دائرية اسمها ماستويد بروسيس. نشوف الصورة الثانية. هون بنشوفها أول صورة، هاي هذا هو الماستويد بروسيس. ماشي. الماستويد بروسيس في عندي كمان بروجيكشن ثاني أكبر من الماستويد بروسيس أو أكثر حدة شوي، بسميه ستايلويد بروسيس، ماشي. هو جاي انتيرير للماستويد بروسيس. في عندي من الجزء خلينا هسه بالجزء الخارجي بعدين ندخل بالداخلي. تمام. نراجع اللي حكيناه عشان اجزائها كثيرة. هاي كاملة تيمبورال بون. في عندي الها زي بودي بسميه تيمبورال سكواما، زيها زي مين؟ الفرونتال بون، عندها فرونتال سكواما. التيمبورال بون عندها حكينا تيمبورال سكواما. تيمبورال سكواما بتطلع زي خط او زي موس زي ما حكينا. ايش اسمه؟ زايجوماتيك بروسيس. ليش سميته زايجوماتيك بروسيس؟ عشان راح يرتبط مع الزايجوماتيك بون، تحديدا التيمبورال بروسيس من الزايجوماتيك بون. تمام. تحت الزايجوماتيك بروسيس وبالجزء السفلي منه في عندي مانديبولار فوسا. ليش سميتها مانديبولار فوسا؟ عشان راح ترتبط عليها المانديبل. تمام. في عندي المكان اللي وراء الزايجوماتيك بروسيس في عندي خزقة، ماشي. هاي الخزقة بسميها اكسترنال اوديتوري مايتس اللي هي بتعطي الاوريجن للإيض أو للذان. في عندي الجزء هاف اللي جاي لورا شوي قريب على الأكسيبيتال بون، بسميه إيش؟ بسميه
الماستويد بورشن كامل بسميه ماستويد بورشن. الماستويد بورشن طالع منه زي بروز بسميه ماستويد بروسيس. ايوه هذا كامل ماستويد بروسيس. في قدام الماستويد بروسيس في عندي كمان بروسيس جاي حاد اكثر منه شوي بسميه ستايلويد بروسيس. نيجي نحكيهم واحدة واحدة. تيمبورال سكواما ثيك فلات بورشن اوف ذا سكال هو عبارة عن عظم ثيك يعني سميك وبنفس الوقت فلات املس من السكال طالع منه حكينا انفيريور لايش زايجوماتيك بروسيس. زايجوماتيك بروسيس خلينا نغير اللون شوي. اكستندينج انتيريورلي فروم ذا تيمبورال سكواما طالع من تيمبورال سكواما هاي التيمبورال سكواما هيك طالع انتيريورلي مش انفيريورلي خلاص اعتمدوها انتيريورلي عشان هاي سكواما هاي سكواما هاي سكواما فطالع منها خلينا نحكي هيك. اوكي it articulates with temporal it articulates with temporal process of the zygomatic bone to form as the zygomatic arch. هاي temporal process تبع zygomatic bone وهي zygomatic process of the temporal bone. لما يتحدوا مع بعض بيسووا لي the zygomatic arch. You can feel your zygomatic arch inferior to your ear. يعني حط ايدك تحت ذانك بشوي بتحس مش ذانك كاملة على جنب ذانك عند فوق شحمة الاذن بشوي بتشوف ايش الزيجوماتيك arch. مش بتشوفه بتحسه. Mandibular fossa at the inferior surface of زيجوماتيك بروسيس كان جاية تحت الزيجوماتيك بروسيس. it articulates with the mandible to form the temporomandibular joint. it articulates with the mandible هي الماندبل ترتبط معها. ايش يعني منطقيا صار عندكم خبرة هسه بتسمية الجوينتس ايش بده يكون اسم الجوينت؟ تيمبورو من تيمبورال مانديبولار من مندبل وهو عبارة عن مفصل فجوينت تيمبورو مانديبولار joint. external jittery meatus the ear begins from here. حس حالي شكسبير. اوكي من هون تطلع الذان من ال external jittery meatus من هون بتبلش ال external jittery canal او ال jittery canal. the mastoid portion located posterior and inferior to the external jittery meatus هي ال external jittery meatus inferior حكينا and posterior هاي inferior posterior هاي posterior و inferior هاي كاملة البورشن طالع منها زي خط حكينا او زي projection بسميه الماستويد process located posterior and inferior to the external auditory meatus. The mastoid process a rounded elevation that projects inferiorly from the mastoid process of the temporal bone. هيو جاي لتحت inferiorly project inferiorly اكيد بدوش يكون project superiorly يروح يخزق المخ لا project projected inferiorly from the mastoid portion of the temporal bone. إيش وظيفته من الوجود؟ ليش موجود الماستويد بروسيس؟ It serves as a point of attachment for several neck muscles. هون بترتبط المسلز زي ما حكينا إنه المسلز بترتبط على العظام. في عندي مثلاً الجلوتيوس مسلز حكينا بالمحاضرة الماضية إنها بترتبط وين؟ على الجلوتيال لاينز على الجلوتيال تيبروسيتي. في عندي كمان بالسكال مش عشان هالسكال وفيها المخ ومش عارف شو معها واسطة لا في كمان عضلات ترتبط هون الماستويد بروسيس ترتبط muscles of the neck عضلات الرقبة ترتبط هون ستايلويد بروسيس
غير اللون. ستايلويد بروسيس ما هذا الكثير اللون هذا منيح. ستايلويد بروسيس بروجكت انفيريرلي فروم ذا تيمبورال بون انتيرير تو ذا ماستويد بروسيس. هيها طالعه انفيريال وانتيرير للماستويد بروسيس. ايش وظيفتها؟ It serves as a point of attachment for muscles and ligaments for neck and tongue. يعني الماستويد بروسيس بس للنك. أما الستايلويد بروسيس للنك وللتنك. يعني عشان ما تخربطوا فيها. اللي أقرب للتنك اللي هو الستايلويد ترتبط عليه muscles ligaments للتنك. وهسه مش تيجي تحكوا لي هو التانك فيه عضلات؟ اكيد اللسان فيه عضلات، يعني كيف بتحركوا؟ اما البعيد عن التانك او عن اللسان ما فيه عضلات للسان، والثنين فيهم للنك. serve as a point of attachment for muscles and ligaments for neck and tongue. هذا اللون عجبني، هذا الزباله. اوكي خلينا نحكي هون عن الأجزاء الخارجية. تولي الكلب لا هو. هون الفرونتال فوسا أو الفرونتال سكواما زي ما دكتوركو سمتها، دكتوركو سمتها، دكتورتكو سمتها. هون اللهم صل على سيدنا محمد. في عندي الزايجوماتيك ارتش بيرتبط مع الزايجوماتيك بروسيس، هاي مكانه هون. وفي تحت هون عندي المانديبولار فوسة، هاي هون بين هاي وهاي مانديبولار فوسة. في عندي الاكسترنال اوديتوري كانال، هايها الخزقة هاي. او الاكسترنال اوديتوري مايتس. في عندي هون الماستويد بورشن، الاخضر هذا هو عبارة عن الماستويد بورشن. هاي بريسيسس ماستويدس او الماستويد هذا اللي هون هو البروسيسس ماستويدس او الماستويد بروسيس. اما الاخضر كامل هذا ماستويد بورشن. في عندي الستايلويد بروسيس، ايوه. والباقيين خلينا نحكيهم اول وين على التفريغ. اوكي في عندي زي اليفيشن، عامل زي الاهرامات او عامل شكل هرمي بسمي ايش؟ بتروس ريجن اللي هو هذا، بسمي البتروس ريجن. البتروس ريجن هذا فيه هون زي خزقة اسمها ايش؟ internal auditory meatus. برضه كان في عندنا الاكسترنال auditory meatus هيها، وهون في عنا ايش؟ الانترنال اوديتوري ميتس اللي هي هون وهون. تمام. الانترنال اوديتوري ميتس في عندي كمان لا الفرامن راح نحكي عنهم بعدين، راح نحكي عنهم بالعظمة هاي. بتروس بورشن هو عبارة عن بيراميدال إليفيشن، عبارة زي ما انتو شايفين هون عن تركيب هرمي. لو ما خططت هون احسن، هاي هون بتشوفوها افضل. عبارة عن تركيب هرمي، إليفيشن هرمي، في بالنص زي خزقة. هاي بسميها الانترنال اوديوتري ميتس. بالمناسبة يعني معلومة حلوة لو تعرفوها،
كل جزء من الدماغ يسمى نسبة للعظمة المحاطة فيه. يعني الجزء اللي هون من الدماغ مش مطلوبة منكم، بس يعني إشي مشوق راح تحكوا عنها بالفاينل. الجزء هون اللي من الدماغ بسميه الفرونتال لوب. الدماغ مقسم لحجرات، سبحان الله الحجرات جاية بالضبط زي البونز. فالحجرة اللي هون بسميها فرونتال لوب، الحجرة اللي هون بريتال لوب، هون تيمبورال لوب، أوكسيبيتال لوب. زي ما لاحظتوا في عندي الأوديتوري مياتس أو المسؤولين عن السمع أو الخزقات اللي أو الفتحات اللي بالجمجمة، المسؤولين عن السمع بالتيمبورال بون. ليش؟ عشان التيمبورال بون مسؤول عن إيش؟ عن السمع بشكل كبير. فهيك يعني بتقدر تضبطه شوي. بيراميدال إليفيشن ستركتشر اللي هو البتروس بورشن، هو بيراميدال إليفيشن ستركتشر لوكيتد آت ذا أنتيريور بارت، أنتيريور مش أنتيريور، أنتيريور أنتيريور يعني جوا، بارت أوف ذا تيمبورال بون. هو عبارة عن ستركتشر بيراميدال إليفيشن ستركتشر، وين موجود؟ بالجزء الداخلي، يعني ما بتقدر تشوفه من برا، لا تقعد تدور لي عليه هون، بتدور عليه هون جوا. هاي هي السكال من جوا، او السطح العلوي من السكال من جوا، موجود هون محل التيمبورال بون من جوا. ايش بسميه؟ البتروس بورشن، بتروس بيراميدال. internal auditory meatus an opening in the petrous part، موجودة بالبتروس بورشن. ايش وظيفة الأوديتوري ميتس او الانترنال أوديتوري ميتس؟ the facial and vestibulo ocular nerve pass here. في عندي النيرفز اسال نيرفس سيستم مقسم لبريفرال نيرفس سيستم وسنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم مش مطلوب منكم تعرفوا هاي التفاصيل يعني، بس انا بحكي لكم اياها عشان تفهموا اكثر. السنترال نيرفس سيستم مكون من المخ، من السباينال كورد. اما البريفرال نيرفس سيستم مكون من الكرانيال نيرفز والسباينال نيرفز. السباينال نيرفز هما النيرفز اللي طالعين من السباينال كورد، اما البريفرال نيرفز دقيقه أما البريفرال نيرفز البريفرال نيرفس سيستم عفوا مكون من النيرفز اللي طالعين من سباينال كورد اللي هم السباينال نيرفز، والكرانيال نيرفز اللي هم طالعين من البرين بشكل خاص. تمام. في عندي أنا فاشيال نيرف وفيستيبيلو أوكولار نيرفز، هم هذول الجزء من الكرانيال نيرفز. وين بمضوا؟ بمضوا من الانترنال اوديتوري مايتس. بس اعرفوا لي انه في عندي اشي اسمه فاشيال نيرف وفيستيبيولو اوكليير نيرف. من وين بمضوا؟ بمضوا من الانترنال اوديتوري مايتس. صحيح هما يعني توسع شوي، واصلا انكم تعرفوا كل الفرامن او الفرامنة او الفتحات الموجودة بالسكال هو توسع، بس يعني نسبة كبيرة انكم تنسألوا عنها، ومش توسع من عندي، توسع من السيلفاس تبعكم. تمام، فصلها هون. هاي البيراميدال شيب البتروس بورشن. البتروس بورشن طالع منه ايش؟ طالع منه او فيه زي خزقة بسميها، هاي الجزء الداخلي الخزقة، هاي ايش بسميها؟ بسميها ال internal auditory meatus. temporal bone foramina في عندي بالإضافة لل internal auditory meatus وال external auditory meatus، في عندي كمان فرامينا أو كمان فتحات بالتمبرال بون.
اللي هم الستايل وماستويد فرامن. هسا شوفوا الاناتومي ماشي هي مادة حفظ بس يعني هاي مثلا ليش تغلب حالك وتحفظها يعني خلص فهمها فهم زي مثلا الانجليزي كيف كنا نحل على الفهم او على الاحساس ستايلو ماستويد. فالفرامن هاي وين بدها تكون بين الستايلويد بروسس والماستويد بروسس ان اوبنينج. طب انا ليش بلشت هون يعني ليش ما بلشت على الصورة عدم الملاكمة؟ هاي الستايلويد بروسس وهي ايش هاي الستايلويد وهي الماستويد ستايلويد ماستويد في بيناتهم ستايلو ماستويد فرامن والفتحة اللي بيناتهم اسمها ستايلو ماستويد فرامن. في عندي كمان فتحة ثانية بسميها ايش بسميها كاروتيد كانال اللي هي هاي جاية بعد الستايلو ماستويد فرامن. وفي عندي كمان فتحة بسميها فرامن سبينوزم اللي هي هاي بسميها فرامن سبينوزم. نفسي يكون فيك شحن. اوكي يعني في عندي بين الستايلويد والماستويد هاي الماستويد وهي الستايلويد تمام. في عندي بيناتهم فرامن بسميها ستايلو ماستويد. بعد الستايلو ماستويد في عندي ايش في عندي كاروتيد فرامن او كاروتيد كنال هيها هون وهي الليبلينج هيها هون يعني هون وهون على الجهتين. هي في عندي كمان فرامن جاية قدام الكاروتيد كنال فرامن سبينوزم اللي هي هاي. فنرجع لسلافتنا انه الاناتومي مش حفظ. طبعا هذا كذب الاناتومي حفظ بس يعني سهلوا على حالكم شوي. ستايلو ماستويد فرامن ان اوبنينج بتوين ماستويد اند ستايلويد بروسس هي عبارة عن فتحة موجودة بين الماستويد والستايلويد. ايش وظيفتها؟ وظيفتها انه the facial nerve and stylomastoid artery pass here. الـ facial nerve فوق حكينا فوق انه بمرق من هون الـ internal duty meatus وكمان بمرق من هون يعني بطريقه بمر من هون ومن هون. انت اذا انك سكان عمان مثلا لما تروح العقبة بتروح من عمان بتمر بمادبة الكرك معان بتوصل للعقبة. فالفيشل نير بمر من الانترنال ديوتيري مياتس وبالستايلو ماستويد فرامن. من اسمه ستايلو ماستويد فرامن بده يمر في ايش الستايلو ماستويد ارتري. لا تحفظوا لي هسه تروحوا على الكتاب وتقعدوا تشوفوا ايش هي الستايلو ماستويد ارتري وايش هو الفيشل نيرف وتقعدوا تحكوا التفريغ مش شامل. خلص يا اخي هاي مش من الشابتر هذا اصلا. خلص هاي راح نحكي عنها بالفاينل. لا تعرفوا اي اشي عن الفيشل نيرف الا انه بمرق بالتمبرال بالستايلو ماستويد وبالانترنال ديوتري ميتس. ولا تعرفوا اشي عن الفيستيبولو اوكيولر نيرف الا انه بمشي وين بالانترنال ديوتري ميتس. ولا تعرفوا اي اشي عن ستايلو ماستويد ارتري الا انه بيمشي بالستايلو ماستويد فرامن. بس هذا اللي بدي اياكم تعرفوا. التفاصيل راح نحكيها لقدام. كاروتيد فرامن وين موجود؟ ميديال تو ستايلويد بروسس هاي الستايلويد بروسس حكينا الستايلويد بروسس اللي هو موجود خلينا احكي لكم اياها على الليبلينج احسن. ستايلويد بروسس هيو طالع منه ايش كاروتيد كنال ميديال مش طالع منه شو طالع منه احنا لسان اخذ على الكلمه جاي ميديال سايد قريب منه الكاروتيد كنال. ايش الكاروتيد كنال؟
ايش ليش سموها كاروتيد كانال؟ عشان الكاروتيد ارتري بس هير. في عندي ارتري اسمه او شريان ارتري يعني شريان اسمه كاروتيد ارتري. من وين بمرق؟ من الكاروتيد فرامن. جاجولار فرامن انا دخلت لكم بالسباينيوزم. بدناش احنا سباينيوزم هسه. تمام. في عندي نعيد. في عندي هاي الاسبانيوزم راح نحكي عنها كمان شوي، بس هي احنا هسه بدنا نحكي عن التمبرال بس. الستايلوماستويد هيو حكينا، الكاروتيد حكينا، في بيناتهم ايش؟ الجاجولار فورامن اللي هو هذا، هذول الموجودين بالتمبرال. الستايلويد الثانيين السباينيوزم راح نحكي عنه كمان شوي. ستايلوماستويد هسه بدنا نعرف، كاروتيد وجاجولار فورامن. الجاجولار فورامن formed by occipital and temporal bones. هو مش بس من التمبرال بون لحالها، هاي زي ما انتم شايفين هاي الاوكسيبيتال، حدود الاوكسيبيتال، وهي حدود التمبرال. هو بيناتهم جاي بين الاوكسيبيتال والتمبرال، يعني زي الحدود السورية عندنا. يعني ايش اللي بكونها؟ سورية بس؟ لا طبعا، سورية والاردن هي حدود. فهو هذا جاي على حدود بين الاوكسيبيتال والايش والتمبرال. ايش بمرق من هون؟ جاجولار فين باس فروم هير. يعني حكينا ستايلوماستويد فرامن اللي هي بين الماستويد والستايلويد، هو عبارة عن فتحة بين الستايلويد والماستويد. ايش بمرق منها؟ الفيشل نيرف والستايلوماستويد ارتري. كاروتيد فرامن، الكاروتيد فرامن بكون ميديال تو ستايلويد بروسس. هايو هاي الستايلويد الستايلوماستويد، وهي الستايلويد كمان. يعني هون بده يكون ميديال الو او الميد لاين، باتجاه الميد لاين، اقرب للميد لاين من هون. وايش بمرق فيه؟ الكاروتيد ارتري. الجاجولار فورامن هو جاي بين الستايلوماستويد وبين الكاروتيد، يعني هون بينهم الثنتين. فورمد باي ايش حكينا؟ هو على الحدود. فورمد باي اوكسيبيتال اند تيمبورال بونز. ايش بمرق هون؟ من اسمه جاجولار فورامن، جاجولار نيرف فين. في عندي كمان الانترنال ديوترميتس حكينا عنها، وحكينا بمرق منها الفيشل نيرف، وايش كمان؟ الفستيبولو اوكولار نيرف، والاكسترنال اوديتوري مياتس حكينا عنها. تمام. الفورامينا هي الماستويد هي الستايلويد، بيناتهم ايش؟ الستايلوماستويد اللي هو هذا. تمام تمام. في عندي الكاروتيد، الكاروتيد فرامن اللي هو هون. في عندي خلينا ناخذها كاملة بين الأوكسيبيتال والتمبرال كمان فرامن. ايش بسميه؟ جاجولار فرامن. لا مش هذا اللي تحت، اللي هو هذا بين الاوكسيبيتال والتمبرال اللي هو هذا اللي فوق. عشان تصدقون انه في اثنين تمبرال، هيو هذا نفس هذا. اوكي اوكسيبيتال بون، هيك حكينا عن الفرونتال برايتال وتمبرال. الأوكسيبيتال بون فورم ذا بوستيرير أسبكت أوف ذا سكال اللي هي ورا، حكيناها إنها موجودة وين؟ موجودة ورا. الـ
اوكسيبيتال بون فيها اول اشي الخزقة، هاي هي اكثر اشي ممكن تلاحظه، يعني هي اكبر خزقة موجودة بالسكال. ايش اكبر خزقة موجودة بالجسم؟ اللي هي كانت بالهب وبتوريتر فورامن. اما اكبر خزقة بالسكال فورامن ماغنم، اللي هي الخزقة هاي الكبيرة من اسمها ماغنم، بتحسه قاعد بتهاوش معك، كبيرة كثير. أكبر خزقة موجودة بالسكال، يعني بدهاش علم، يعني بين أنها أكبر خزقة. أوكسيبيتال كوندايل اللي هي هاي وهاي، إيش وظيفتهم؟ إنهم يركبولي الرأس على الفيرتبرال كولوم، مش السبينال كورد هو امتداد للعقل أو للدماغ. فكيف يعني لازم إنه يكون السكال اللي هي بتحتوي على البرين متصلة مع الفيرتبرال كولوم. فالفيرتبرال كولوم متصل مع السكال من خلال ايش؟ من خلال الاوكسيبيتال كوندايل. في عندي كمان الهايبو جلوسال كانال، هي عبارة عن زي قناة صغيرة موجودة وين؟ جنب الاوكسيبيتال كوندايل ميديال الهم، مع انه ما فيش ميديال اكثر من هيك، يعني كمان شوي بنفوت بالميد لاين، بس ميديال يعني ها ميديال الهم هي هون. وفي عندي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبيرانس اللي هي الخط هذا هو زي ما انتم شايفين جاي عمودي، بسميه الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبيرانس، طالع منه فوق خالص، يعني فوقه كله خط بسمينه كاللاين. ماشي، النوكاللاين هذا ما بسميه سوبيريور عشانه فوق الخط اصلا، بسميه سوبريم يعني مسفح لفوق. في كمان خط تحت السوبريم بس هو وين؟ على سوبيريور بوردر of external occipital protuberance اللي هو طالع يمين ويسار، بسميه superior nuchal line. في كمان خط جاي inferior للsuperior، يعني هذا superior عشان فوق، هاي الصورة بالشقلوب جاي، يعني بحب أقولكم هاي بالشقلوب جاي، هاي ال هاي ال يعني البروتيوبيرانس بعتبر هذا اللي هون هو السوبيريور وهذا الانفيريور، فهمتوا عليه كيف؟ هون كمان خط بس جاي تحت فبسميه ايش؟ انفيريور نوكل لاين. ايش وظيفة السوبريم نوكال لاين والسوبيريور نوكال لاين والانفيريور نوكال لاين؟ انه راح يرتبط عليهم زي ما راح نعرف لقدام، راح يرتبط عليهم ماسلز او عضلات. اوكي، ظل ايش نحكي؟ ما ظل، نيجي هون سيرفس ماركينج اوف اوكسيبيتال بون. ايش مكونات الاوكسيبيتال بون؟ مون انا بشرفت بس احكي كثير فتحملوني. اول اشي الفرامن ماغنوم حكينا، the largest foramen of the skull، مش the largest foramen بالله عليكم، the largest foramen is obturator foramen اللي موجودة بالهب. اما بالسكال the largest foramen هي الفرامن ماغنوم. ايش فيها الفرامن ماغنوم؟ حكينا انه الدماغ راح يتصل مع الايش؟ مع السبينال كورد. بما انه هذا راح يغطي لي اخر جزء من الدماغ فهو هير جوين ذا سبينال كورد. ايش اسم المكان اللي هو اخر جزء من الدماغ؟ الميدلا اوبلينجاتا، ذا ميدلا اوبلينجاتا بين قوسين ذا لاست بارت اوف ذا برين از لوكيتد هير. وين موجودة الميدلا اوبلينجاتا؟ موجودة بالفرامن ماغنم.
and join the spinal cord from here. الميدلة أوبلينجاتا أو بيسموها بالعربي جذع الدماغ اللي هو آخر إشي بالدماغ. في عندي الأوكسيبيتال كوندايل a process which contact with the first vertebra. الدماغ حكينا السكال جاية فوق متصلة مع الفيرتبرا. كيف بدها تتصل مع الفيرتبرا؟ من خلال الأوكسيبيتال كوندايل بتركب على تركيب معين رح نحكي فيه بالمحاضرة الجاي اسمه أطلس أو أول فقرة من فقرات العمود الفقري. أول فقرة من فقرات العمود الفقري اسمها الأطلس. تمام، الأطلس هاي بيكون فيها تركيب مكمل لتركيب الأوكسيبيتال كوندايل. فالأوكسيبيتال كوندايل أبروسس which contact with the first vertebra called أطلس to form the oxybito atlal joint. نرجع للفلسفة تبع دائما أوكسيبيتو من أوكسيبيتال، أتلال من أطلس. فإيش بده يكون اسم الجوينت بما أنه جاي من الأوكسيبيتال بون أوكسيبيتو من الأطلس اللي هو أول فيرتبرا أو أول فقرة من فقرات العمود الفقري. هو العمود الفقري مش جاي زي الماسورة، يعني في مكون من أكثر من عظمة رح نحكي عنهم. أول عظمة منهم اسمها أطلس، فأوكسيبيتو أتلال هو جوينت عشان بين عظمتين فبسميته أوكسيبيتو أتلال جوينت. هايبوغلوسال كانال، هايبوغلوسال نيرف أند أسندينج فارينجال أرتري باس هير. لا تعرفوا لي أي إشي عن الأرتري أو أي إشي عن النيرف، بس اعرفوا لي إنه هايبوغلوسال كانال رح يمرق فيها الهايبوغلوسال نيرف. إيش كمان رح يمرق فيها؟ الفارينجال أرتري، هايبوغلوسال وفارينجال أرتري. تمام هايبوغلوسال AL وفارينجال AL رح يمرقوا من وين؟ الهايبوغلوسال كانال. في عندي الاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبيرانس ابون إليفيشن at the mid of the posterior part of the skull. هي جاي هون بالمنتصف بالسكال، بالمنتصف بالجزء الخلفي منها بالاوكسيبيتال بون، هي اصلا الجزء الخلفي. سوبريم نوكل لاين، هو الدكتورة ما حكته الصراحة بس أنا بفضل إنكم تعرفوه يعني عشان ممكن تخربطكم فيه، تحط لكم عليه خط تحكي لكم إيش شو رأيكم إنه هذا السوبيريور نوكل لاين، تحكوا لها لا هذا السوبريم نوكل لاين. لاينز إكستندينج سوبيريور تو ذا إكسترنال أوكسيبيتال بروتيوبيرانس إن إيتش سايد، إكستندينج سوبيريور تو مش سوبيريور بوردر، سوبيريور تو فوق البروتيوبيرانس أصلا ولا سائلة فيها. أما السوبيريور نوكل لاين لاينز إكستندينج فروم ذا سوبيريور بوردر مش سوبيريور تو of the external occipital protuberance in each sides. موجود a superior border of external occipital protuberance. Inferior nuchal line lines extending from the inferior surface of the external occipital protuberance in each sides. يعني السوبريم جاي فوق خالص، فوق النخل فوق. أما السوبيريور نوكل لاين بكون على السوبيريور بوردر of ايش؟ of the external occipital protuberance. أما الانفيريور بكون جاي على الانفيريور بوردر، يعني عندي خط فوق بالله عليك والله غير انقهر إذا غلطت فيها، والله غير انقهر ما بعرف ليش بس خلص يعني يا رب تجيك وتجاوبوها صح. ما بعرف ليش مركز عاي أكثر شيء بس حاس إنها راح تيجي مع إنها الدكتورة مش شارحيتها، إحساس داخلي هيك. السوبريم جاي فوق فوق فوق، أما السوبيريور جاي فوق بس محترم حاله يعني ملتزم حدوده بالبروتيوبيرانس لساته فبسميه سوبيريور. هذا سوبريم، هذا سوبيريور، هذا مؤدب كثير جاي تحت موسع المجال لغيره بسميه inferior nuchal line.
تمام. نيجي هون صاحبنا هذا لاند ماركس. اوكي خلينا نرجع فرجيكم من فرام الماجنم. الله كيف بدي اطلع لكم اياها هسه. هاي الاطلس فوق الاطلس اسوي لكم سحر ادخل لكم بالجمجمة. هاي الجمجمة وصلنا بالجمجمة صرنا ماشي بين الخزقة اللي متصلة مع الاطلس بسميها ايش الفرامل ماجنم. هسه في عندي بالاكسوبيتال بون زي ما انتم شايفين هاي الاطلس وهي المكان اللي بيرتبط عليه الاطلس. ايش بسمي المكان اللي بيرتبط عليه الاطلس؟ تستخدموش المنطق تبعي كثير هذا تبع الزايجوماتيك فعشان بيرتبط مع الزايجوماتيك لا يعني بس الاشياء اللي بحكي لكم عنها. هون اسمه اوكسيبيتال كوندايل ما بيمشيش على القاعده تبعتي. اوكسيبيتال كوندايل في عندي خلينا ناخذ السيرفس تبعها نغير تجديد. هون في عندي كنال يطول الكليه هيا انا يا هي اليوم صعب تنشاف هي هيها الله اكبر هيها هاي هي الكنال بسميها هايبوغلوسل كنال. ايش بمرق منها حكينا الهايبوغلوسل ارتري اي ال وفرنجيال ارتري اي ال تمام تمام اكيد تمام. هون ورا خلينا نرجع ناخذ اللاند ماركس هاي البروتيوبيرانس هايها هاي كاملة كسرنا الاكسوبيتال بروتيوبيرانس. السوبريم الوقح جاي فوق خالص يعني هايو كمان عامل زي كأنه قرون شيطان. هايو السوبريم نوكل لاين اللي تحته اللي محترم حاله مش متعدي حدوده جاي فوق على السوبريير بردر هو ماشي فوق بس ربنا الله يعني هو لساته بالحدود فاسمه سوبيريور نوكل لاين. في كمان نوكل لاين تحت هذا المحترم كثير بسميه انفيريور نوكل لاين تمام. هيك خلصنا الفرونتال بارايتال تيمبورال واوكسيبيتال. اللي بيحب ياخذ بريك ويرجع يكمل يعني ما في مشكله تمام. سفينويد بون سفينويد بون للعيبة الهند هو الجوكر تبع السكال يعني الجوكر وين ما تحطه بمشي. والسفينويد كمان هي يعني مرتبطة مع كل إشي. The keystone of the skull because it is the middle of the skull هاي off the skull and articulates with many bones of the skull هي الحجر الأساس من السكال عشانها موجودة بالنص بالسكال. ممكن شفتوها هذيك الزهرية مش بالنص لترال بس هي لا هي بالنص جاية هاي هاي هي السفينويد هاي هي السفينويد هاي هي السفينويد جاية بالنص فهي الكيستون of the skull and articulates with many bones of the skull يعني almost أو يعني أغلب العظام تلاقيها مرتبطة مع السفينويد بون. يعني مثلا الفرونتال بون كيف بدها ترتبط بالله مع التيمبورال بون؟ أكيد مش مرتبطة معها. أما السفينويد بون مرتبطة بنفس الوقت مع الفرونتال برايتال تيمبورال اوكسيبيتال زايجوماتيك يعني بألف عظمة. It looks like a butterfly. ليش يعني سموها سفينويد؟ سفينويد يعني بترفلاي يعني فراشة.
يعني هاي الفراشة إذا طلعت لي بالحلم يعني راح أبطل أنام، راح أبطل أنام جد. يعني بتشبه الغول مش فراشة، بس خلص فراشة يا معلم هيك بدهم. سفينوي أول إشي إلها بدي اللي هو جسم تبعها، هذا هو الحلو بالبدي إنك خلص بتقدر تميزه وين مكان، يعني هذا هو البدي جاي بالنص، أيوة البدي هذا. هسا الفراشة زي ما أنتوا عارفين مش متقبل أحكي عنها فراشة، بس خلاص الفراشة إلها أجنحة، أنا بعرف إنه إلها جناحين بس هاي إلها أربعة، اثنين فوق واثنين تحت، اللي فوق أصغر شوي من اللي تحت ماشي، بسميهم لسر عشانهم أصغر، اللي تحت أكبر، يعني هاي اللسر وينجز يدوب تشوفهم، أما اللي تحت هايهم الكريتر وينجز كثير كبار ماشي. في إلها لسر وينجز الموجودين فوق، واللور اللي هم الصغار بسميهم إيش كريتر وينجز تمام. في عندي نمسح هاي، في عندي هون زي فتحة أو كنال بمرق منها الأوبتيك نيرف ماشي، هاي الكنال أو الفتحة موجودة بين الليسر وينج والبادي بسميها الأوبتيك كنال تمام تمام. في عندي كمان فتحة بس كبيرة فبسميها فشر، موجودة بين الليسر وينج اللي هو فوق والجريتر وينج ماشي، ايش بسميها هاي طبيعي بتكون موجودة بالأوربتس تبعت العين هون، تلاقي صورة هون. في عندي زي ما انتو شايفين فشر فوق، فتحة فوق فتحة تحت ماشي، هاي الفتحة والفتحة هاي ماشي. في فتحة من الفتحتين هذول مكونة من اللي هي superior orbital fissure، هي هاي الفتحة مكونة من الفراغ اللي بين الgreater wing والlesser wing اوكي. في عندي بترغويد بروسيسيز زي ما انتوا عارفين، يعني فراشتنا هاي مميزة شوي، فعندها رجلين، الرجلين هذول بسميهم ترغويد بروسيسيز مش بترغويد البيلات والفض، وسفينويد ساينسز رجلين هذول وهذول بسميهم ترغويد. في عندي هون ساينسز ماشي، او في عندي هون جيوب حكينا لحد الان، في عندي بالفرونتال بون وفي عندي بوين، في عندي هون بالسفينويد جيوب انفية، هي عبارة عن تجويف جوا العظم فيه هواء وميوكس ممبرين اوكي. في عندي two sinuses واحد هون واحد هون، وفي عندي سلة تورسيكا اللي هو الجزء هذا بقدر أشوفها بس من الأعلى، يعني من هون هي صارت هون السلة تورسيكا فوق، فما بقدر أشوفها من الأنتيريور أو البوستيريور فيو، بقدر أشوفها بس من فوق السوبيريور فيو اللي هي هاي موجودة هون، هي هاي السلة تورسيكا هاي كاملة السلة تورسيكا. وين هون موجود ايش الاشي الموجود هون؟ البيتيوتري جلاند ماشي. هسا سبحان الله البيتيوتري جلاند السرطان تبعها يعني صعب كثير كثير، يعني هاي المعلومة مش معكم بس يعني عشان نكسر الجو شوي، البيتيوتري جلاند اذا انه صار فيها سرطان وخبيث يعني مستحيل انه ينتشر، او مش مستحيل يعني ما في شيء عند الله مستحيل، بس صعب انه ينتشر عشان سلة تورسيكا حبسيته كابسة على نفسه مش بخلي يعني البيتيوتري جلاند تتحرك، يعني ما في فراغ اوكي. في عندي كمان الهايبو جلوسال فوسا اللي هي موجودة هون
أوكي. نيجي الشرح. Body of the sphenoid حكينا الموجود هون. هذا هو البادي. Lesser wings. Lesser wings اللي هم اللي فوق هذول الصغار. A wing-like elevation that extend from the body superiorly in each sides. موجودين فوق. اللي فوق lesser واللي تحت greater. A greater wings. A wing-like greater elevation that extend from the body inferiorly in each sides. اللي هم هذول جايين inferiorly تحت من البادي على الجهة اليمين وعلى الجهة اليسار. Optic canal. Canal between lesser wings and the body. هاي البادي. هاي البادي. وهي lesser wing. في زي فتحة هون بسميها Optic canal جاية بين lesser wing والبادي. إيش بمر من الأوبتيك كانال؟ أوبتيك نيرف and ophthalmic blood vessels. حكينا اسمها أوبتيك كانال. OB أوبتيك كانال بمرق فيها الأوبتيك نيرف OB وophthalmic blood vessels OB. تمام. Superior orbital fissure between greater and lesser wings. حكينا في بالمحجر العيون superior أو اللي هو superior orbital fissure و inferior orbital fissure اللي هما فتحات بمحجر العين. تمام. ال superior orbital fissure هو ناتج عن الفراغ اللي بين ال greater وال lesser wings. Ptergoid process. Ptergoid processes in the leg of the butterfly. Extending from the inferior surface of the body of the sphenoid. رجلين. رجلين أي بني آدم بما فيهم بني آدم هذا. بكونوا inferior لتحت جايات. Extending from the inferior surface of the body. For the attachment of muscles of the mastication. إيش بستفيد من الرجلين هذول؟ إنه يرتبط عليهم عضلة للمضغ للماستيكيشن. ماستيكيشن يعني مضغ. سفينويدال سينسز. Two sinuses inside the body of the sphenoid bone. موجودين هون بالسفينويد بون. هما عبارة عن تجويف داخل العظم زي ما حكينا. فيهم هواء وميوكس ممبرين. سلة تورشيكا. You can see it when you look at the sphenoid bone superiorly. تقدر تشوفها من فوق بس. فيها البيتيوتري جلاند بيكون. الهايبوغلوسال فوسا. A depression inside سلة تورشيكا that contains the pituitary gland. يعني البيتيوتري جلاند موجودة وين؟ بسلة تورشيكا. وين بالسلة تورشيكا بالضبط؟ بالهايبوغلوسال فوسا. الهايبوغلوسال فوسا ايش هي؟ هي ديبريشن اكيد. فوسا يعني ديبريشن يعني انحناء للاسفل. فالبيتيوتري جلاند بتيجي بالفراغ اللي بالسلة تورشيكا اللي اسمه هايبوغلوسال فوسا. سفينويد ناخذها لحالها. تمام. هاي anterior view. خلينا ناخذ posterior view. اوكي. هذول اللي فوق بسميهم lesser wings واللي تحت greater wings الكبار. lesser والgreater طالعين من وين؟ من the body of the sphenoid. من الجسم تبع الفراشة. هاي the body of the sphenoid. هون في عندي sinus بكون موجود وين؟ هون وهون. تمام. هون رجلين الفراشة والترغويد processes حكينا مسؤولين عن mastication. وفي عندي الأوبتيك كانال
جاية من الفراغ اللي بين البودي والليسر وينجز. هاي الليسر وينجز وهاي البودي، في فراغ بينهم، عندي بينهم. ايش بيسوي لي الاوبتيك كانال؟ في عندي ايش كمان ظل السلة تورسيكا اللي هي هاي، فيها فراغ جوا او ديبريشن بسميه الهايبوغلوس الفوسة. ايش وظيفة الهايبوغلوس الفوسة؟ تركب على البيتيوتري جلاند. وهيك بنكون خلصنا، لسه ما خلصنا. في عندي الفرامينا اوف ذا جريتر وينجز، في عندي هون الجريتر وينجز فيهم فرامينا. والله يعني حرام انك تاخذ الفرامينا يعني كلهم هسه، بس ما علينا. يعني في عندي 1 2 3، نبلش بهذا اقرب واحد، هذا الفرامن بسميه فرامن روتندم. هون ايش فائدته؟ ليش موجود هذا الفرامن؟ ما في خزق موجود بالغلط، ما في ولا اي يعني تفاصيل دقيقة، اي تفاصيل دقيقة بالعظام. يعني سبحان الله الها يعني فائدة كبيرة، ويعني ما بنقدر نعيش بدونها. يعني الفرامن روتندم الخزق الصغير هذا مثلا، ايش وظيفته؟ انه يمرق فيه نيرف او جزء من نيرف. في عندي نيرف اسمه ترايجيمينال نيرف. ليش اسمه ترايجيمينال؟ عشان مقسوم لثلاث اقسام او طالع منه ثلاث فروع. في فرع من هذا النيرف اسمه ماكسيلاري برانش اوف ذا ترايجيمينال نيرف، بيمرق من هذا الفرامن. في عندي تحت فرامن كبير، ايش اسمه؟ فرامن اوفال. بنكتب فرامن اوفالي، بنلفظ فرامن اوفال. هذا الفرامن اوفال كمان بمرق فيه جزء من الترايجيمينال نيرف، بس مش الماكسيلاري، المانديبولار. المانديبولار برانش اوف ماكسيلاري او ترايجيمينال نيرف. وفي عندي لاترال شوي للفرامن اوفال فرامن ثاني اسمه فرامن سباينوزم اللي حكينا لكم عنه فوق. تمام، الفرامن روتندم the maxillary branch of the trigeminal nerve باس هير حكينا trigeminal nerve في له ثلاث أفرع. الفرع الماكسيلاري أو اللي بروح الماكسيلا اللي هي راح نحكي عنها كمان شوي، وهي عظمة من عظام الوجه أو الفيشيال بونز، اسمه الماكسيلاري برانش اوف ذا ترايجيمينال نيرف. من وين بمرق؟ من الفرامن روتندم. فرامن اوفال لارجر ذان روتندم، شفناه على الصوره قبل شوي اكبر بكثير هو من الروتندم. اد ذا لاترال سايد اوف ذا روتندم، جاي لاترال شوي للروتندم، يعني الروتندم اقرب شوي على الميد لاين. ذا مانديبولار برانش اوف ذا ترايجيمينال نيرف باس هير، كمان برانش ثاني من الترايجيمينال نيرف اللي هو المانديبولار برانش، فوق كان بالروتندم ماكسيلاري، هون مانديبولار. مانديبولار برانش، مانديبولار اوفالي، يو مع الاو، اوف الترايجيمينال نيرف باس هير. فرامن سباينوزم، سمول فرامن بكون صغير، بكون لاترال للاوفالي، يعني اقرب اشي للمد بيكون روتندم، بعدي اوفالي، بعدي سباينوزم. اللاترال تو اوفالي بيكون سباينوزم، وذا ميدل منينجيال ارتري باس هير. حكينا في المنينجيز بحيطوا الدماغ اللي هم السحايا غلفة الدماغ، في عندي ارتري بغذي لي هاي المنينجيز اسمه ميدل منينجيال ارتري. من وين بمرق؟ بمرق من السباينوزم فرامن. تمام، هذول كلهم فرامن of ايش؟ of the greater wing. في عندي هذا اللي هون اقرب واحد
بسميه إيش؟ بسميه روتندم، اللي هو بيكون أقرب واحد للبودي. بعد الروتندم في عندي أوفالي، وبعد الأوفالي بيكون في عندي سباينوزم. الروتندم حكينا بيكون فيه ال يكون فيه اللهم صل على سيدنا محمد الماكسيلري برانش اوف ترايجمينال نيرف. الاوفالي اللي هو الكبير هذا شايفينه بيكون فيه ايش؟ بيكون فيه المانديبولار برانش اوف ترايجمينال نيرف، وهون الميدل منينجل ارتري بمرق من السباينوزم، بيكون صغير السباينوزم اصغر واحد فيهم. اوكي هسه خلصنا كل الكرينيال بونز ما عدا الاثمويد بون. الاثمويد بون اول اشي located posterior to the nasal cavity، وراء النيزل كافيتي وراء الانف، و anterior to the sphenoid، يعني هاي النيزل كافيتي وهي السفينويد بيناتهم بيكون في عندي الاثمويد. تمام. form a small part of the anterior cranial floor، هاي الكرينيال فلور هذا كامل عبارة عن الكرينيال فلور. هذا الجزء كامل. الجزء اللي راح امحي عليه هسه مكون من ايش؟ من الاثمويد بون. اما باقي الأجزاء مكونة من إيش؟ شو اللي صار؟ مكونة من الفرونتال بون. تمام. contributes in forming the medial part of the orbits and the superior part of the nasal septum and the lateral wall of the nasal cavity by the nasal concha. أوكي. نيجي هون. شوف لكم صورة هاي. هاي الاثمويد بون زي ما انتو شايفين بسوي لي جزء من الميديال وول of the orbits ماشي، وكمان بتسوي لي جزء من السبتم تبع النيزل كافيتي. سبتم اللي هو النيزل سبتم كامل اللي هو هذا كامل، بقسم لي النيزل كافيتي لجزء يسار وجزء يمين. هسا في منه جزئين النيزل سبتم، الجزء العلوي والجزء السفلي. الجزء السفلي ما إلنا فيه هسه، رح نحكي فيه كمان شوي، بتسوي عظمة منفصلة اسمها الفومر. أما الجزء السفلي بتسوي لي الجزء الجزء العلوي بيسوي لي ال إيش الإثمويد بون، وكمان بيسووا لي تراكيب مهمة عشان تفلتر الهواء وتدفيه قبل ما يروح الرئة، اسمهم ميدل نيزل كونكا و سوبيريور نيزل كونكا، بتكون موجودة هون. تمام. أول إشي في عندي إشي بشبه عرف الديك اللي هو هذا. عرف الديك باللاتيني معناته كريستا جالي ماشي، يعني عرف الديك. في عندي سيريبري فورم بليت اللي هو هذا الجزء، هذا هو السيريبري فورم بليت. بيكون السيريبري فورم بليت ايش وظيفته؟ انه يحتوي لي الايش؟ يحتوي لي الاولفاكتوري فورامينا. ايش هي الاولفاكتوري فورامينا؟ اللي راح يمرق منها الاولفاكتوري نيرف ماشي. بعد السيريبري فورم بليت في عندي بيربنديكولار بليت، في عندي كريستا جالي سوبيريورلي وانفيريورلي، في كمان بروجكشن اسمه بيربنديكولار بليت اللي هو هذا.
هو هذا الجزء هو اللي راح يعمل لي الايش، راح يعمل لي الجزء العلوي من نيزل سبتم. في عندي سوبيريور اند ميدل كونكاي، هاي الميدل نيزل كونكا، وهاي فوق راح يكون في عندي ال هاي هون بالجهة هاي اوضح ال سوبيريور نيزل كونكا. حكان وظيفتهم انهم يفلتروا ويدفوا الهواء قبل ما يروح على الرئة. في عندي اللاترال ماسز اللي هم هذول لاترال عشان جايين لاترالي، وماسز عشانهم كبار ضخمات فهم ماسز. ما ظل اشي والله ظل اشي، بس هذول السريع راح نمشي فيهم. كريستا قالي حكينا بروجكت سوبيريور لي، حكينا سموها كريستا قالي يعني عرف الديك باللاتي يعني ابوينت. بس اشرب مي. الكريستا قالي هاي ليش موجود عندي عرف الديك هذا اصلا؟ عشان في تركيب مهم بتصل فيه اسمه فالكس سيريبري. ايش فالكس سيريبري ايش بعمل؟ بقسم لي البرين لجزء ايمن وجزء ايسر، ليفت اند رايت بارتس. البرين زي ما بنعرف في منه شق ايمن وشق ايسر. الشق الأيمن الشق الأيسر شو اللي بيفصلهم عن بعض؟ تركيب اسمه فالكس سيريبري متصل بعرف الديكار. بيفصل لي البرين لليفت ورايت سايدز. سيريبري فورم بليت كونتين فورامينا كولد ذا اولفاكتوري فورامينا، اللي هو البليت هذا عامل زي الصحن اللي فيه زي تجويف أو زي فورامينا بسميهم اولفاكتوري فورامينا. اولفاكتوري فورامينا ايش وظيفته؟ انه يمرق فيه الاولفاكتوري نيرف باس ثرو ذا اولفاكتوري فورامينا. بيربنديكولار بليت، بيربنديكولار بليت اللي هو حكينا الجزء السفلي او البروجكشن السفلي. بروجكتس انفيريرلي تو فورم ذا سوبيريور بارت اوف ذا نيزل سبتم، اللي هو النيزل سبتم بيكسملي النوز او النيزل كافيتي لجزء يمين وجزء يسار. نيزل سبتم divide the nasal cavity to left and right parts. Superior and medial conchi filters and warms the air. بدفولي وبفلترولي الهواء من الغبار من الأشياء هاي قبل ما يدخل على الرئة. lateral masses حكينا الكتلات الجانبية اللي موجودة هون هون وهون، هم جايين laterally فبسميهم lateral، وهم كبار فبسميهم masses. تمام هيك خلصنا الكرينيال بونز. لا تاخذ بريك هسه عشان يعني ما ظل اشي، راح تاخذ منه 10 دقائق هاي بس. anatomy of facial bones. facial bones are يعني facial bones زي ما في عندي بالكرينيال بونز temporal occipital frontal parietal sphenoid ethmoid. في عندي بالfacial bones 14 عظمة. في عندي أول إشي النيزل بونز اللي هم ما بيساهموا بالنيزل كافيتي، مش جوا النيزل كافيتي، بيغطوا النيزل كافيتي من فوق ومن برا. في عندي الماكزيلا اللي هي موجودة هون، هاي ماكزيلا، تو ماكزيلا عندي، 1 و2. وفي عندي الزايجوماتيك بونز أو بيسموها عظمة الخد أو الشيك بون، موجودة واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. المانديبل اللي هو الفك السفلي هذا، واللاكريمال بونز سموهم لاكريمال عشان فيهم اللاكريمال دكت اللي بتنزل منها الدموع هي الزرقة هاي. والبالاتاين بون وتو بالاتاين بونز اللي هما بيساهموا في تشكيل الهارد بالات، وتو انفيريور نيزل كونكاي. قبل شوي حكينا في عندي الاثمويد بتسوي لي السوبيريور والميدل نيزل كونكاي. تمام
طب انتو ما لاحظتوا انه في عندي ميدل، يعني في عندي انفيريور. الانفيريور بيسوي لي اياهم عظمتين منفصلتين، يعني مش جزء من عظمة ثانية، اسمهم انفيريور نيزل كونكاي. وحكينا قبل شوي انه في عندي السبتم، الجزء العلوي منه بيسوي لي البيربنديكولار بليت اوف اثمويد، تمام. الجزء السفلي طيب كمان عظمة منفصلة اسمها الفومر، اللي هي العظمة الزرقاء هاي، تمام. نيزل بونز هما عبارة عن بير اوف بونز، عظمتين فورم ذا بريدج اوف ذا نوز، بيسوي لي الجسر هذا اللي على النوز من فوق من برا. هما الجزء العلوي بس من الجسر تبع البون، اما الجزء خلينا نقول اللي تحت عبارة عن كارتيليج مش عظام. لاكريمال بونز هما بير اوف بونز كمان عظمتين، فورم ذا انتيريور بورشن انتيريور اوف ذا ميديال وول اوف ذا اي سوكيت فور اوف ذا اوربت. يعني سووا لي الانتيريور يعني اللي هون اوف ذا ميدل وول، ميدل وول انتيريور of the eye orbits. Lacrimal ducts is located here بال lacrimal bones. Palatine bone هما عبارة عن pair of bones كمان عظمتين، contain two parts، في منها جزئين. في عندي ال perpendicular portion اللي هو جاي عمودي، في عندي ال horizontal portion جاي أفقي، تمام. ال horizontal portion form the posterior third of hard bullet، يعني سقف الحلق اللي هو المكان اللي بضرب فيه لسانك لما تحكي، المكان بضرب فيه لسانك لما تحكي هو راح يجي هون، يعني الجزء الجوه اللي هون جوه الأورال كافيتي. يعني الجزء الأمامي أو الثلث الأمامي منه مكون من الهارد بلت. في عندي الـ perpendicular portion contribute in wall of the nasal cavity and orbits. هذا الـ perpendicular portion بيسوي لي جزء من النيزل كافيتي من هون، هو هون تركب عليه من هون الاثمويد، وبيسوي لي جزء من الايش، من الاوربتس من هون، تمام. الماكزيلا هي عبارة عن بير اوف بونز برضو كمان، يعني هي عبارة عن عظمتين. سيرفس ماركينج تبعها تبع الماكسيلا، في عندي بادي اوف ماكسيلا، بينا نيجي نحكيها على الصورة اول، هون البادي اوف ماكسيلا، تمام. بادي اوف ماكسيلا بيكون في جواته تجويف هوا كمان، اسمه ماكسيلاري ساينسيس، يكون في هواء وميوكس ممبرين. يعني صار عندنا في ساينسز بالفرونتال، سفينويد وماكسيلا، تمام. هسه من البادي في عندي سيبر جكشنز طالعين باتجاه كل سن، اسمهم الفيولار بروسيسز اوف ماكسيلا، تمام. ايش وظيفتهم هذول؟ يعني من بينه انهم يحملوا التيث، يحملوا لي الاسنان. انفرا اوربيتال فورامن، هسه احنا حكينا السوبرا اوربيتال فورامن ايش بكونه؟ الفرونتال بون. اما الانفرا اوربيتال فورامن بيسوي لي ايش؟ بيسوي لي الماكسيلا والزايجوماتيك بون، ماشي. انفرا اوربيتال مارجن بتسوي لي الزايجوماتيك والماكسيلا. اما في عندي كمان هون حكينا في عندي سوبرا اوربيتال فورامن، تمام. في عندي كمان فرامن موجودة بالماكسيلا اللي هي هاي، ماشي. عشانها تحت الاوربتس بسميها انفرا، تحت ايش حكينا؟ تحت الاوربتس، فهي انفرا اوربيتال، وهي عبارة عن ايش؟ فتحة، فهي فرامن، انفرا اوربيتال فرامن، تمام. هذا حكينا عنه السوبر اوربيتال فشر اللي هو بين الجريتر وينجز والليسر وينجز، تمام. في عندي كمان فشر بين الماكسيلا والجريتر وينجز بسميه ليسر فشر، تمام. او
انفرا اوربيتال فشر. تمام. في عندي بالاتاين بروسيس اوف ماكسيلا، حكينا قبل شوي انه البالاتاين بون بتسوي لي انتيريور ثيرد اوف هارد بالات. تمام. طب البوستيريور تو ثيردز او الثلثين الخلفيات من الهارد بالات ايش اللي بيسوي لي او سقف الحلق هو ايش بيسوي لي؟ البالاتاين بروسيس اوف ماكسيلا. في عندي انسيسيف فورامن موجوده جوا الاورال كافيتي، هي عبارة عن حبة بالسنين ورا السنين الأماميات من الجزء العلوي من الفك العلوي، بس بسميها انسيسيف فورامن. هاي مهمة للي بدهم يدرسوا طب أسنان لللوكال أنستيزيا أو التخدير الموضعي للأبر تيث أو للأسنان العلوية. تمام. حكينا في عندي أول إشي بودي أوف ماكسيلا، maxillary sinuses هما located inside the body of maxilla، عبارة عن تجويف فيها هواء، والميوكس ميمبرين موجودة بالmaxillary sinuses. في عندي alveolar processes هما عبارة عن projections that extends inferiorly from the body of maxilla. projections بنزلوا لتحت من the body of maxilla باتجاه كل سن. ايش وظيفتهم؟ to carry the upper teeth، انهم يحملوا لي كل الاسنان. لكل سن في عندي one alveolar process. في عندي infraorbital foramen at the body of maxilla inferior to the orbits. كان في عندي supraorbital foramen موجودين على supraorbital margin من الفرونتال بون. في عندي كمان infraorbital foramen والموجودين بالعظمه اللي تحت الاوربتس اللي هي الماكسيلا. inferior orbital fissure between greater wing of the sphenoid bone and maxilla. حكينا superior orbital fissure موجود بين greater wing والlesser wing. تمام. inferior orbital fissure وين موجود؟ بين greater wing of the sphenoid and maxilla. palatine process of maxilla form the anterior two thirds of maxilla. بسوي لي الجزء ال الخلفي من الماكسيلا. دقيقة خلينا نتأكد منها ايش احنا حكينا فوق. صح اللي حكينا فوق صح، اللي هوريزنتال بيسوي لي البوستيريور، وال بالاتاين بروسيس بيسوي لي الانتيريور. انسيسيف فورامن امبورتنت فور لوكال انستيجيا، هي لفظها الصحيح ترى انستيجيا مش انستيزيا، اوف ذا ابر تيث. بتسوي مهمة بغزوها طباء الأسنان، بغزوا الإبرة هون التخدير الموضعي عشان يخدروا الأبرتيف. نيجي نحكي شوي بالأبليكيشن الماكسيلا، ناخذها. تمام. هذا كامل البادي. في عندي فوق انفرا أوربيت الفورامن هو تحت الأوربيتس. في عندي alveolar processes زي ما انتو شايفين، زي processes طالعين من كل باتجاه كل سن. ماشي. هاي processes بسميها ايش؟ alveolar processes. جوا البادي في عندي مكان للsinuses. تمام. هاي هون sinus والعظمة الثانية sinus. palatine process بسوي لي الجزء الانتيريور تو ثيردز اوف هارد بلت. هاي هون هو تو ثيردز او الانتيريور او الثلثين الاماميات من سقف الحلق. ماشي. بسوي لي بالاشتراك مع بنك الاتحاد، بالاشتراك مع الجريتر وينج، بسوي لي الانفرا او انفيريور اوربيتال فشر. وفي عندي الانسيسيف فرامن، افتح ثمك شوي. انسيسيف فرامن خلاص بلاش، اللي هو موجود هون. هذا هو يستخدم او بيستخدمه اطباء الاسنان للتخدير الموضعي للاسنان العلوية. هيك بنكون خلصنا معركة السكال. بتوقع انكم هيك راح تدرسوها بحب وراح تشوفوها سهلة كثير. حسيت الفيديو طول، ما بعرف لحد الان قديش مدته، بس انا حسيته طول.
ركزوا بالفيديو منيح، اذا عندكم اي سؤال اسالوني، ولا تردوا على اللي بحكي لكم الاسئله الصعبه هي، زي ما انتم شفتوا يعني ما في احلى منها يعني بالشرح. انا الصراحه مع انه طولنا بالفيديو بس استمتعت كثير بشرحها اكثر من باقي المحاضرات. وكمان انتم يعني هيكو سمعتوا حكي عنها انها صعبه، وهيكو يعني لما اجيتوا تحضروا الفيديو واستفدتوا وشفتوها يعني اسهل من ما بيحكوا. فانتوا تذكروا دائما انه وظيفتكم كطلاب طب، وظيفتكم دائما تكونوا تسهلوا على الناس اهم اشي. يعني ما بعرف اذا شفتوا ايش قاعد بصير حاليا، بس يعني انت كطالب طب لازم ماشي اكيد بفرق معك استفادتك المادية واي اشي ثاني غير المساعدة، بس بالنهاية انت لقدام بعد ما نتخرج رح يظل بينك وبين الدكاترة الثانيين زملائك الذكر الطيب، ومواقفك معهم اللي ساعدتهم فيها واللي كنت عون لهم فيها. فبتمنى انكم دائما تتذكروا اشي رسالتكم كأطباء في المستقبل كطلاب طب، ولقدام يعني رح تعرفوا انه الكلية هاي مش كل اللي فيها ملائكة رحمة زي ما كنا فاكرين، بس يعني خلص يعني انت بدك تحاول تكون من الجانب الإيجابي من الكلية مش الجانب السلبي، وتركز على دراستك أهم إشي. وبالنهاية إذا عندكم أي سؤال ما تترددوا تسألوني أبدا. وهي هون أصلا كمان تركت لكم يعني زي كويز تختبروا حالكم بالسفينويد وبالفرونتال بون. بتمنى تكون المحاضرة خفيفة لطيفة عليكم، وشكرا شكرا.